الإعلام الجمهوري مدينة ميون نيدي بعد أن قابل لمدة 3 سنوات فهو يرتفع علم الجمهورية من حل في أجواء مدينة ميون بعد تحريرها من قبل أبطال الجيش الوطني في خلال اليومين الماضيين. أجواء فلسطينية مدرسة الوطن مدرسة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم قيادة المنطقة العسكرية الخامسة ضباط وصف وجنود المنطقة نرحب بالأخ محافظ المحافظة في مديرية ميدي وبالأخ اللواء محمد الأسمري قائد قوة 770 وبالأخ العميد ماجد الحربي قائد قوة 800 وعبد الرحمن الحربي قائد مركز العمليات المشتركة نرحب بهم جميعا احتفالهم معنا بالنصر العظيم الذي حققه أبطال المنطقة الخامسة جميعا بذلوا جهود مع الأخوة من قوة التحالف الذي شاركونا من المملكة العربية السعودية ومن الأخوة الأشقاء السودانيين. جهود الجميع مشكورة وتعتبر مدينة ميدي مدينة محررة أول مديرية محافظة حجة تعتبر من محافظة محررة لها ما بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى. رفعنا اليوم العلم في ميدي سنربحه غدا داخل محافظة حجة وسنربحه بعد غدا داخل صنعاء بإذن الله تعالى. أشكر الجميع سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا النصر الذي طال والآن بإذن الله هذا النصر ما هو إلا حلقة لسلسلة انتصارات بإذن الله في جميع الجبهات. نهنئكم بهذا الشرف وأنتم أصحاب وطن ونحن معكم في هذا في خندق واحد وبإذن الله بإذن الله إن نفرح جميعا بالانتصار العظيم وإزالة وتدمير هذه الشرذمة الفاسدة التي وجهت سلاحها في اتجاه وطنها وفي اتجاه شعبها. شكرا للجميع وعليكم الحذر وعليكم الحس الأمني الكبير وعدوكم إن شاء الله مخذول. وإن شاء الله هذه حلقة كما قلت هي سلسلة لسلسلة انتصارات في جميع الجبهات. وفقكم الله والله ينصركم. نحن فريق واحد أمامنا عدو متمرد يخرب المنطقة العربية وهو إيش عملاء إيران. فإن شاء الله نحن في مدينة ميدي تم تحريرها تحريرا كامل ووضع العلم الجمهوري علم الجمهورية اليمنية وإن شاء الله في تقدم مستمر. المطلوب منكم بذل الجهود والمتابعة والصبر والتحمل حتى نكمل تحرير بلادنا الغالي.